أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وهذه الآية جاءت بعد إعذار الله للكافرين برسله، ومعنى إعذارهم أي أسقط عذرهم في أنه سبحانه لم يبين لهم أدلة الإيمان في قمته بإله واحد، وأدلة الإيمان بالرسول بواسطة المعجزات، حتى يؤمنوا بآيات الأحكام تفعل ولا تفعل. لأننا قلنا إن الآيات ثلاثة: آيات تثبت قمة العقيدة وهو وجود الإله القادر الحكيم، وآية تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة رسله المعجزة، وآيات تحمل أحكامه. فهو لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا بأحكامه تفعل ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا أولا بالرسول المبلغ عن الله بواسطة المعجزة. ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلغ عن الله إلا إذا ثبت عندهم وجود الله، ووجود الله في آيات الكون. فالحق سبحانه وتعالى عرض آيات الكون، ولكنه عرضها متفرقة، ثم يأتي بشيء منهم من النكران وبشيء من الآيات. لم يصب الآيات كلها مرة واحدة يقول آيات كذا وكذا وكذا وهم عملوا كذا وكذا، ولم يجيب آية ويجيب النتيجة بتاعتها وياهم ايه، وآية والنتيجة بتاعتهم وياهم ايه، عشان يكرر الإعذار لهم في أنه لم يعد لهم عذر في أن لا يؤمنوا. فالحق سبحانه وتعالى حين يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يجيب بعدها الآيات دي ما نفعشي: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبعدين: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، شوف الأدلة بتعرض إزاي. إن تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن يجيب لهم بقى هم عملوا إيه، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وبعد ذلك يعزي رسول الله فيقول: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي يجد آية ثانية كونية: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كل دين يجيب الآية ويجيب تكذيبهم، يجيب آية ويجيب تكذيبهم ليكرر الآيات ويكرر الإعذار في إنما لم يترك لهم حجة للكفر. وبعد ذلك قال: الذي كنتم تكذبون به من الآيات ستأتي آية لا تقدرون على تكذيبها وهي حين تقوم الساعة. خلاص آية ما عادش بها، خلاص انتهى. فيقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله إما لبث لم يلبثوا أي لم يمكثوا إلا ساعة. أولا ما هي الساعة؟ أولا نمسك يقسم المجرمون بتقسموا ليه؟ لماذا يقسمون؟ القسم ده عشان تأكيد أمر لمن يواجهه القسم. طب وانتم كنتوا معترفين بالحكاية دي بتقسموا ليه؟ تقولوا والله ما كان كذا والله بتحلفوا بتاني تقسموه أستاذ أنتم كفرتوا به. ويومئذ يقسم، يقول لك: وكيف يقسم المجرمون في الآخرة بعد قيام الساعة والعلم في الآخرة ليس علما كسبيا بواسطة العقل إنما هو علم ضروري. وما دام علم ضروري ما يبقاش فيه كذب، فكيف كذبوا؟ إزاي يكذبوا؟ ده ما فيش كذب هناك بقى خلاص. أم قال لك كذبوا ظنا، كذبوا ظنوا أنهم لبسوا قليلا.
يبقى الكذب مش كذب اللي هو لان من بوجعه لان الايه هتعرض المساله دي ان لبستم الا قليلا والى اخر. طب ازاي بقى يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا اي ما مكثوا غير ساعة. ما مكثوا في اي شيء في الدنيا ام في القبور يصح او يصح؟ طب وليه كده قالوا ما لبثوا غير ساعه؟ اولا كلمه ساعه وساعه العلماء يقولوا عنها دي جناس كامل جناس تام. يعني ايه؟ يعني اللفظ يبقى واحد بس له معنى هنا وله معنى هنا. زي مثلا رحلت عن الديار لكم اسير. اسير يعني امشي. وقلبي في محبتها اسير ماسور. يبقى الاسير هنا لها معنى واسير لها ايه؟ لم يقض من حقكم بعض الذي يجب يعني يفترض ويتحتم. قلب متى ما جرى ذكراكم يجب يهتق. يبقى من الوجوب اللي هو الخفقان. يبقى اللفظ وحده ايه والمعنى ايه؟ والمعنى مختلف. ده بيسموه جناس في اللغة. فهنا يوم تقوم الساعة اللي هي ايه؟ القيامة. ما لبثوا المجرمين يقصون ما لبثوا غير ايه؟ اللي هي الساعة الزمنية بتاعتنا دي. الساعة الزمنية اللي هي فوق دقيقة شوية. نحن عندنا بقى الزمن له مقاييس ثانية ودقيقة وساعة ويوم واسبوع وشهر وسنة وقرن ودهر. ادي اجزاء الزمن. وهم بيقولوا احنا ما لبسناش غير ايه ساعة. الساعة دي بقى الزمنية اللي هي اليوم مقسوم فيها اللي هي ليل ونهار الى 24 ايه؟ 24 ساعة. اذا بيقيموا مدة النفس ولا لا؟ يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ايه؟ غير ساعة. ما لبثوا في الدنيا قام قال لك يحتمل. ما لبثوا في القبور يحتمل. قال لك لكن في القبور طب ما هو في ناس القسم بتاعهم ان اقسموا ما لبثوا غير ساعة يبقوا صادقين. طب اللي مات قبل القيامة ما تقوم بساعة يبقى لما يقول ما لبثوا غير ساعة صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق. واللي مات من ايام ادم هو اللي يبقى كذاب. يبقى اللي مات من اول ادم يستوي مع اللي مات في قبل ما تقوم القيامة بساعة ده يبقى صادق وده يبقى هيك يبقى كذاب. قال لك لا. الانسان الذي غرته الدنيا بمتاعها وزينتها وهو الاخر وظن انها هتفضل كده وعلى فرض اننا رجعنا برضه ربنا هيدينا برضه اللي مش عارف ايه ولئن رددته ايه لاجدن ايه خيرا منها من ايه من قلبه. مين لما يفاجئوا بالبتاع دي يستقلون الزمن. طب ما انتم ما صدقتوش كل متاع الدنيا قليل. انتم ما صدقتوهاش دلوقتي عمالين بتصدقوها انها ما فيش هي ساعه. ده احنا كنا مش عايزينكم تقولوا انها ساعه تقولوا اطول من ساعه شويه كام سنه. انما انتم كذبتموها انكم متاع الدنيا قليل والدنيا جايله اوعى تنغر بيها اوعى مش عارف ايه ما تصدقش. اهو انت دلوقتي عمال بتقول ايه؟ انا ما لبستش الا ساعه. كيف استقللت ما استكسرت؟ ازاي استقليت اللي ايه؟ اللي انت كنت بتعتبره ايه؟ تطير وهو اللي خالد وهو ما وما يقولكم الا الدهر واحنا ما فيش مش عارف بعث. الله ايه التناقض بتاعتكم دي؟ قال لك ما هو تناقضهم زي ما بيحلفوا بربنا. طب هم كانوا تدرون بيه وبيحلفوا بيه دلوقتي؟ يوم تقوم الساعه يقسموا يدرون ما لبسوا غيره. هنا اذا بقى الكلمه دي فيها جناس يسموه الجناس التام او الجناس الكامل. لنا قصة مع أستاذ البلاغة الذي كان يدرس لنا وكان له زميل اسمه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة. فبعد ذلك جاء أهله في القرآن لا يوجد جناس تام إلا في هذه الايه ساعة وايه وساعة. لكن يوجد الجناس الآخر. ايه الجناس؟ قال لك في جناس تام ولا قال لك في جناس آخر بيسموه هم في غير القرآن جناس ناقص. فلما الأستاذ قال ولكن يوجد في القرآن جناس ناقص الدكتور عبد المنعم خفاجة أطال الله وقاءه رفع صدره وقال أنا لا أحب أن يقال في القرآن شيء ناقص. فالشيخ ضحك منه ونفسه وقال بس طب نقول ايه هم بيسموا الجناس اللي مش حروف زي كلها قد بعضها وفي حرف هو اللي مختلف جناس ناقص في البلاغه كده.
الغرض اشار لي الرجل ان يقول ايه يا فلان، قلت له والله احنا نقول عليه ايه جناس كامل جناس كل وجناس بعض، يسميه جناس ايه كل يعني كل الحروف ويا بعضها ساعة ساعة. انما لما يقولكم ويل لكل همزة لمزة في حرف مختلف الايه وايه واللام، انما مزة دي موجودة يبقى ده ما تقولش عليه في القرآن جناس ايه ناقص، من ايه جناس كل وجناس ايه وجناس بعض. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما اختلفوش الا في حرف ايه حرف السين ايه سبأ وايه ونبأ، يبقى اذا نسميه ايه بك جناس كل يعني كل الحروف موجوده، واذا جناس بعض الحروف موجوده وبعضها مش ايه مش موجود. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، قال لك دي امر طبيعي. ليه؟ انك لان الذي جاء له عذاب لم يكن يتوقعه ومغرور بطول الدنيا بتاعته لما يشوف حاجات كده يستقل النكس، يستقل ايه؟ لانه جايله بعده عذاب، كان يحب يطول النكس شويه ده عشان يبعده عن العذاب. طب واللي يكون موعود بخير يستقل المده ولا يستكسر ايه؟ اللي عايز خير يستقل المده، واللي خايف من شر يعمل ايه؟ يستكسر المده. يبقى دي مختلفه. وده في واحد بيقالوا له بعد مده هنجيب لك ايه كذا خير، يقوم هو الزمن الامير عنده يبقى طول، واللي هنقول له بعد قد بعد مده كده هنضربك علقه ولا مش عارف ايه يبقى ايه يبقى ايه كده، وهو ده هيجي لهم عذاب. ما يبقى ادي الفرق بين ايه بين الاثنين. ويوم تقوم الساعة، كلمة تقوم الساعة يا سلام على كلمة تقوم دي. طب الساعة أمر لا يتأتى منه قيام، ده يقيمها الحق. يقيمها ايه؟ قال لك لا، ده كأن كل حاجة مضبوطة زي انت ما بتضبط المنبه على الساعة. مسألة ايه يعني زي ايه زي القنبلة اللي بيسموها القنبلة الايه الزمنية الموقوتة دي، فكأن الساعة من نفسها بمجرد ما يجي المعاد حتى ايه لوحدها كده. ولو وكلمة تقوم كمان يقابلها ايه؟ يقابلها ما قبلها، لأن كلمة تقوم بعدها على طول مرحلة قعود مش كده؟ وبعدها نوم على متجع وبعدها موت، فكلمة تقوم دي يعني آخر مرحلة للايه؟ للوجود. تكون اخر مرحلة من وجود المباشرة الانسان فعلا، يبقى نايم وبعدين ايه يصحى ويقعد كده يوضب نفسه وبعدين يقعد وبعدين ايه يقوم يعني ايه بقى هيباشر المهمة اللي هي على ايه على اصلا. يبقى كلمة ايه تقوم معناها انها جاءت لتؤدي مهمتها اداء كاملة، وكأنها مش جد ده امرها موجود بس كانت نايمة لحد ما يجي معادله يعني. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى يعرض القضية دي يقول له ايه قل كم لبثتم في الارض عدد سنين، قال اسألهم كده الدنيا اللي غرتكم دي قعدت فيها قد ايه، قالوا لبثنا يوما وبعد يوما، فاسألوا العادين اسم ما عدناش اسأل الملائكة ولا المؤمنين ولا حد ما عندناش احنا علم دي الله برضو ايه لبثنا كلمة لبثنا يوما او بعض يوم وجدت في ثلاث مواضع في القرآن، وجدت مع قصة اهل الكهف لما صحوا كده من النوم وقالوا ايه احنا لبثنا ايه قالوا يوما او بعض يوم، وفي قصة الرجل او كالذي مر على قريته وهي خاوية على ايه على عروشها قال انا نحيي هذه الله بعد ما فاماته الله 100 عام، اماته بس دي اماته، وفي قصة اهل الكهف امامهم لا النوم ولا الموت يستطيع معه الانسان ان يدرك زمنه. لما تنام كده وتصحى تقدر تقول له نمت قد ايه؟ مثل برش. ليه؟ لأن حساب الزمن يقاس بالحركة في الزمن، وحيث لا حركة للنائم ولا للميت يبقى الزمن ملوش
ملوش وجود. ولذلك هناك حين ايه ويسألونك عن الساعة ايان ايه مرساها، فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها، انما انت منذر من يخشاها كأنهم ايه يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. الله، ليه؟ قال لك لان حساب الزمن موقوت بالحدث فيه، بدليل انت تقعد تنتظر واحد جالك قال لك انا هقوم لك من اسكندريه الساعه كذا، ومرت ساعتين وثلاثه واربعه، الزمن يطول ولا ما يطولش؟ لانك انت مرتبط بالزمن. الله، طب انت في سرور ولا اخوانك كده تقول يا اخويا الزمن انتهى كده ولا تدرونيش بيه؟ يبقى مره تضرب الزمن ومره ما تضربش بالزمن. انت تضرب الزمن وانت ما تضربش، ما تدرس بالزمن حينما ايه؟ حينما يكون الزمن في سرور يحيك عن كل حاجة، انما في حدث انت منتظر للحدث يبقى يكون بيت الحدث ولا لا. ولذلك ويل للمنتظر. من ايه ويل للمنتظر؟ اولا من خواطر الزمن معه، لان خواطر الزمن معه تتأرجح به، اللي جه ده اللي قال من اسكندرية انا قمت الساعة واحدة وبعدين الساعة بقت خمسة ولا جاش، في ترقب له، والساعة التمنك تبص فيها تشوف الساعة. الله، وبعدين تختلف واردات الشر فيه، ايه جراله ايه؟ ايه ما قامش من هناك ولا قام العربية اتكسرت بيه، حد قبله عمل مش عارف ايه. طيب عمال يجول في ايه؟ في مفزعات شتى. طب والفزع اللي اصاب صاحبه ده مش لون واحد؟ حاجة واحدة، انما هو شبدي وشبدي وشبدي، كل حدث بلزعة. ان كان مرض ولا امشي من السرير ادي واحده، ان كان ركب السياره واتخبطت بيه ادي ايه واحده، ان كان حد قبله وعمل فيه حاجه ادي واحده. الله، كل واحده بايه؟ بنزعه. والحقيقه على شيء ايه؟ والحقيقه على شيء ايه؟ على شيء واحد. فاذا لا النائم ولا الميت يستطيع ان يدرك ايه؟ ان يدرك الزمن. ليه؟ لان ارتباط بالاحداث. ولذلك مش ميدرك الزمن بس، ده الزمن ما يأثرش في تكوينه. ازاي؟ قال لك انام الله اهل الكهف بعد ما قص علينا، هم قالوا لبسنا يوم اللي نامهم قالوا ايه؟ لبسنا يوما او بعض يوم، ادي اللي ناموا. طب هم ازاي بيقولوا دي لما استيقظوا؟ لانهم لم يروا في ذواتهم شيئا قد تغير. اللي نام شاب طلع ليه نفسه شاب سيما، واللي شعره اسود هو شعره اسود. الله، يبقى يقولوا ايه؟ يوم او بعض يوم، ده اطول مدة يظنها النائم، اطول مدة يظنها مين؟ لما ربنا قال لهم لا انتوا لبستوا 300 سنة وازدادوا تسعة يبقى 300 وايه؟ وتسعة، ودي هو ما تغيرش شكلهم. قال لك اذا لما ناموا علق الله لهم الحياة. ليه؟ لان الهدم والايض، عملية الايض في الجسم الانساني، الهدم والبناء يعني، ناشئ من الطاقة المبذولة في الحركة. وما لما فيش طاقه موجوده في الحركه يفضل زي ما هو. ولذلك في حاجه اسمها دلوقتي في العلم اسمه تعليق الحياه. تعليق الحياه يجيب ولد كده في سنه 10 سنين يحطه في الثلاجه ويروح يقصه ويروح متلج. ان عملوها بعد 100 سنه على فرض يعني ربنا كاتب له ان يبقى ويشيلوها ويطلعوه من الثلج ويحيى، يبقى لسه طفل. يبقى لسه ايه؟ لانه يبقى لسه طفل. كذلك ما حدث لاهل الكهف. قال لبسنا ايه؟ يوما او ربنا قال لهم ده انتوا لبستوا ايه؟ 300 سنه وزادوا تسعه. شوف ازاي، شوف القدره، وهو القابل الايه؟ القابل البشر. طب الرجل الثاني او كالذي مر على قريته إيه؟ وهي خاويه على عروشها، قال اما يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. دي كلام ودي ايه؟ ودي الموت ثم بعثه. قال الله له كم لبست؟ برضه هو فاهم من انها نومه يعني، برضه يوم او بعض يوم. قال له لا، بل لبست 100 عام. شوف من يوم بعض يوم، يوم او بعض يوم، بقى له كام الفرق؟ من يوم ل 100 ايه؟ ل 100 عام. اضرب 100 عام في 300 وايه؟ 365 يطلع قد ايه؟ شوف الفرق قد ايه؟ الله، اللي مات ده وصحش قال انا لبست يوم او بعض يوم، ما ادريش بالزمن، لان ما فيش حركه، ما فيش حدث، ما فيش اي حاجه، ما يعرفش الزمن. خلا مع الاول، ربنا قال له ايه؟ انت لبست 100 عام. كلاهما صادق.
قال لبست يوما أو لبست يوما أو بعض يوم صادق، واللي قال بالحق سبحانه وتعالى 100 عام يبقى صادق. طيب القرآن يعرض لنا الدليل على الصدق الاثنين. قال له يا شيخ انت كان معك حمار ومعك طعام عامه تاكله، بص لطعامك ايه، عندها الطعام محمودش متغيرش، يبقى اكله ما تدفع عليه الا يوم ايه او بعض يوم، يبقى صادق ولا مش صادق؟ طب بص للحمار بتاعك، الا الحمار فيه التراب وشوك بتاع، طب ايه يبقى بعد يوم او يبقى دليله الطعام، انظر الى طعامك لم يتغير، ده دليل صدقك. ينظر بقى الى دليل صدقك هنا، شوف الحمار، يبقى ده صادق وده ايه وده صادق.